ايوه انا واردول وعبد الوهاب جميل جايين في الطريق. ناخد مستشفى ان شاء الله. هاي انت تسوي بجنو عبد الوهاب جميل. بس ايوه الله الكيك في ايدك انا ما اجيب لك انت اي والله ها؟ لا 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 تجي لا تقعد في الاستقبال. 2 كيلو في الكورنيش اللي يبقى. ايوه قول لهم اخذني ديل. لا ديل 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 لسه انه مراي في جيش وفي دعم السريع برضه. ها؟ يعني احنا يعني كده هونس كده مع دعم السريع ولا جيش ده. والله برضو ما اذا كان الجيش ذاته اللي انا رايحه الله يحفظك. انت مراك بس يا مرتين ولا ليه نظرنا معاك؟ لكن حاسس يوم بس العدو جاء كبير. انت ماشي في حبيبي بس عشان كده والله اجل بعد لنا 27 دقيقة ولا 26. يلا نشوفك يا شيخنا الفتيفة. سايلون ودابون عندك ملصقات امامية وخلفية وشماس. فكرني سيادتك معدي دي ولا ما عندي والله. ولكن احنا على استعداد يعني هو اصلا مو حس بحس انت بتمثل و اسمه انا بمثل عبد الوهاب بمثل فكله. وبعدين في الوضع الامرجنسي ده اي تنظيم بتاخد جرعات وما تتلقى بعدين بمحاولات كده داري تو يروح للمره دي ده انا بدي اقول لك انا موقع وين في المراكس. يا اخوي احنا ما ماشيين مع مكاتب ناس عادي. ما حد معتز؟ نحن ماشيين مع المعتز؟ اي نحن ماشيين مع شرع الجمهوريه؟ لا اضرب من دقكم على دقكم. حتى قال لي سينما روكسي. ده مين؟ مصر الجديده. ده مين؟ ياكل 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 بقرا. انت المكان ده وين؟ سينما روكسي في مصر الجديده يا اخي. ميدان روكسي في مصر الجديده. ميدان روكسي. ميدان روكسي. هات كويس. ما يعني انت حاسس شايف الناس بيقولوا ان احنا قاعدين نخاطر في القاعده بتاعتنا دي. بس حديث ما تقول انه خاطر في القاعده لكن اقسم بالله الموضوع ده لو ناس مكان برا والله ما عندي الشغله شفت ولا والله ما عندي الشغله ولا اسمه زي ما حد يقول والله كان جوقاتهم انا كان من البدايه. قرينا يا جماعه احنا درينا عمرو كده وفي الموضوع ان عمرو اتفاق اصلا على اي حاجه وحبكم كده الله كان ما دافع
اصلا اشوف برضه. اي لا ما برضه في النهايه هم ظبطوا من الوجو ان احنا بالنسبه لنا هيجيبوا خصومنا. كان جابوا خصومنا هيركبونا. كان كده نركبهم حاسه قبل ما يركبونا بعد. حاسه ان بقى انت عشان ترى حاجه هي من الاهميه بمكان. احنا بعد المجموعه اللي قاعده هنا. الناس كبيره التغيير دينا. بنبدا نحط عندك. ايوه. نبدا نعقل احنا قلت لك كمجتمع احنا كمجتمع الحرب دي افكرتنا من التسعينات بس ابصر من الالفينات انت حاسس ان انت دخلت حاسس في العشرينات 2020 23 انا دخلت فكرت اروحكم وصلتوا معانا المصاد ده في مضرب منصات احنا اوريدي ما عندنا حاجه شويه جريشات شويه عربات عملناها في هنا قلت لك